انا ماما يلا. قلت اعمل لهم تفنيني عشان افرفشهم واضحكوا، وعشان هدى كمان تفرفش معايا. ممكن اعرف عنوان البيت؟ بيت ايه؟ بيتكم. اقدر اعرف السبب؟ بعدين تعرفي. ما دام ما اعرفش السبب يبقى مفيش داعي. يا مدموزيل نفيسة، السكرتيرة في بلاد برا بتعمل كل حاجة، بس احنا في بلاد جوه. على اذنكم، هو صحيح الجواز حلو، بس لازم تستنى كده وتنقي العروسة اللي تناسبك وتناسبها. عاوز تموت نفسك؟ طب ما احنا بنموت كل يوم القعدة لوحدنا وصابرين وساكتين. حطي برفان. لا بحط ماء تواليت.